الناس هتبقى مركزه عليها قوي. فان شاء الله النهارده ربنا يوفقه. وانا جايب احصائيه كده سريعه. اتفضل. طبعا كابتن محمد الحنفي السنه دي لعب مباراتين لنادي الزمالك. كابتن محمد الحنفي لعب مباراتين فقط لنادي الزمالك. اول مباراه خسر فيها من المقاصه، والمباراه الثانيه اتعادل مع الانتاج الحربي. محمد لعب مباراتين بس للزمالك، واحده مكسب واحده خساره والثانيه تعادل. اما لعب للاهلي لعب 5 مباريات، 3 مكسب و2 تعادل. دي بعض الاحصائيات. في احصائيات برضو لحد ما الواحد بيحب يشوفها. اول مباراه لمحمد الحنفي كانت للزمالك سنه 2006، كان حكم درجه ثالثه، كان حكم درجه ثالثه بيلعب كاس مصر في دور 32. واول مباراه لي مع الاهلي كان ساعتها في 2008، كان حكم درجه ثانيه. تمام. امين عمر النهارده الحكم الاضافي. امين عمر السنه دي لعب 4 مباريات حكم اضافي للاهلي كسبهم، ولعب 4 مباريات حكم اضافي للزمالك، وال4 ماتشات الزمالك خسرهم. سمير جمال طبعا من الحكام المميزه النهارده اللي هيساعده عبد الفتاح، هيساعده ان شاء الله باذن الله محمد الحنفي في المباراه، ومعه عبد الفتاح ريشه خبرته كويسه جدا، وطبعا سعيد حمزه من الحكام بتوع اسكندريه اللي هم برده هيبقوا اضافيين النهارده معاه ان شاء الله. فباذن الله النهارده تبقى ماتش كويس، بس اتمنى اللعيبه تساعد محمد في اداره المباراه، لان المباراه النهارده انا شايف اتمنى اللي يكسب النهارده الماتش هو طقم الاجواء هاديه. يعني لما نيجي نبص يعني، وده كنت سؤال من الاسئله اللي هسالها لك كابتن، حته الجمهور كمان وعدم تواجده بالكامل.